بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل. نتواصل مع تواصل هذه الأشواط في هذا اليوم ومع هذه الجوائز العينية، كذلك المقدمة لهذه الأشواط سواء في الفترة المسائية أو كذلك مع أشواطنا المسائية بإذن الله. أيضا الحاضرة ستكون مع رموز مساء هذا اليوم ورموز هذا السن، ونتعرف وإياكم على المركز الأول ومن تحتل المركز الأول. هنا الذيب أو هنا الذيب، هذا الشوط هو الشوط الرابع. أذكر المستمعين والمشاهدين، هذا هو الشوط الرابع المخصص للحقائق البكاء القعدان. نتابع المركز الأول، الذيب تعود ملكية لمحمد بن علي بن مبارك الكاموخة. نتابع وإياكم المركز الثاني، ومن يحتل المركز الثاني يتواصل هنا غازي للسيد محمد بن سالم بوظفيرة أو محمد بن سالم بوظفيره العامري يتواجد على المركز الثاني. نتابع وإياكم المركز الثالث، يتواصل هنا مستحيل لسالم بن سعيد المري من يتواجد على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، يصل شعار بن جبران على ظهر سيد سالم بن جبران المري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدين الكرام، يصل النمر، تعود ملكية النمر للسيد عبد الله بن أحمد بن سلامة الهاجري. هذا هو ندانا مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى غازي. غازي 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 يحتل المركز الأول، محمد بن سالم بوظفيره العامري يتواجد على مقدمة هذا الشوط ويغزى أيضا إلى هذا الميدان خصيصا لهذا الشوط. نتمنى له التوفيق كما نتمنى للمشاركين. بينما هنا في المركز الثاني يصل اسم جديد وكذلك منافس قوي، مشوق لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، شهدنا شعاره في أحد الأشواط الماضية وحصل على أحد السيارات في الأشواط الماضية مشاهدينا الكرام. بينما هنا في المركز الثالث يصل في المركز الثالث سيد سالم بن جابر سالم بن جبران المري على المركز الثالث. وعلى المركز الرابع يتواصل عرب للسيد خالد بن حميد بن حارب المهيري. وفي المركز الخامس يتواصل على المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يصل عناد للسيد محمد بن ناصر بن الطريبيل المري على المركز الخامس. هذا ندانا مشاهدينا الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة مشاهدينا الكرام. غازي مع الصدارة، الكيلو الأخير، الكيلو واللي ما بعده إلا السيارة والناموس. يا سلام، الله الله الله، قازي على المركز الأول، قازي على مقدمة هذا الشوط. الطريبيلة راه يتحرك، يا سلام، أعناد 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 أعناد، محمد بن ناصر بن الطريبيلة المري أحد رجال الشحانية كذلك يطالب ويريد أن تبقى السلامات هنا في ميدان الشحانية. ولكن الله، يا سلام، قازي هنا مشاهدين الكرام مع المركز الأول ومع المرتبة الأولى هنا مع مقدمة هذا الشوط. ولكن أعناد مشاهدين الكرام، أعناد يعاند هنا على المستوى المركز الثاني، محمد بن ناصر بن الطريبيل المري. وهنا في المركز الأول كما ذكرنا غازي محمد بن سالم بوظفيره العامري. بينما هنا في المركز الثالث، الله، يصل ويتسلل أعناد، يتسلل مشاهدين الكرام، يتسلل أعناد، أعناد يتسلل في هذه اللحظات، محمد بن الطريبيل المري، الله، يا سلام يا سلام، أعناد أعناد، غازي غازي، أعناد، السيارة السيارة مع أعناد مع أعناد مع أعناد مشاهدين الكرام. يا سلام، أهالي الميدان أهالي الميدان يطالبون أيها الإخوة، وكذلك أبناء الشحانية أيضا أيضا أيضا. يا سلام، هنا وصول وهنا دخول، الله، المتحد المتحد المتحد، غير تهانينا والناموس لمالك المتحد بجاد بن حمد بن عبد الله المري، تهانينا له على هذا الناموس. المركز الثاني يصل عناد، محمد بن ناصر بن الطريبيل المري المركز الثالث، يصل غازي محمد بن سالم بوظفيره العامري المركز الرابع، يصل في المركز الرابع مياس لسلطان بن حمد بن عميله الشامسي. اما المركز الخامس
مشوق لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام. إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع أشواطنا الماضية. أيها الإخوة الأفاضل، إذا هذه نتيجة هذا الشوط، وهذا هو ملخص هذا الشوط. كانت القيادة وكان الناموس حليف للمتحد صاحب هذا الناموس. 4:35 56 جزء من الثانية. تهانينا لإبجاد بن حمد بن عبد الله الفهيدة المري على ناموس المتحد المركز الأول. المركز الثاني يصل هنا عناد. 4:35 92 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن ناصر بن الطريبيل المري على فوز عناد بالمركز الثاني. المركز الثالث يصل أغازي. 4:36 22 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سالم بوضفيرة العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.